في نقاشاتنا اليومية وحواراتنا بين الأب وابنه، بين الأم وبنتها، حتى بين الزوج وزوجته، إلا ما تصدف ونذكر مثل من الأمثال الشعبية القديمة. هالأمثال اللي صارت جزء من حياتنا بتعكس حالة الناس بمختلف الأطياف، وأيضاً بتنم عن ثقافتهم وخبراتهم ومعاناتهم لمصاعب الحياة اللي بيعيشوها. كتير منا ما بيعرف شو أصل هالأمثال وشو حكايتها وشو قصتها. مشان هيك رح نتجول مع بعض في حديقة الأمثال لنقطف منها أشهر هاي الأمثال، نتحدث عن قصتها وحكايتها وأصلها، معي أنا ريم شحرور في على رأي المثل. مثلنا لليوم بيقول عادة حليمة لعادتها القديمة. مين هي حليمة وشو هي عادتها؟ يقال إنه حليمة هي زوجة أحد الشخصيات المعروفة والمشهورة بالكرم، لكن على العكس حليمة بخيلة جدا، كانت لما تطبخ الطبخة ترجف إيدها من كتر البخل لحتى تحط السمنة جوا الطبخة. قرر زوجها في يوم من الأيام إنه يعلمها الكرم، قالها إذا بتزيدي وبتبركي بالسمنة بالطبخة رح يطول ربنا بعمرك ويبارك فيه. فعلا بلشت حليمة تبرك وتزيد السمنة، وبلش أكلها يكون طيب وشهي. لكن في يوم من الأيام توفى ابنها الوحيد، وكانت الفاجعة، وتمنت الموت من بعده. فرجعت حليمة تقلل السمنة بالطبخة لحتى يقل عمرها وتلحق ابنها، وهيك صار يقولوا عنها الناس رجعت حليمة لعادتها القديمة. وهالمثل بينضرب على الشخص اللي بيكون ترك عمل قديم كان بيعمله لسبب ما ورجع له. وهيك منكون انتهينا لمثلنا لليوم. انتظرونا بمثل جديد في على رأي المثل.